به ان نكملوا كريم مقني حضرنا دار اليوم على في وسط الدوحه وسال الناس شنو الكلمات اللي يعرفوهم بالعربي او شنو كانت الاجابه نتاعهم. بالطبيعه الجماهير الاجنبيه ما تحكيش بالعربيه الفصحى، تفضلوا ولا بالعربي ولا بالدارجه ولا باي لهجه. مرحبا بكم الناس الكل، دونك احنا توا تقريبا مازالوا 3 ساعات و5 دقائق على انطلاق المباراة الأولى بين البرازيل وكرواتيا، دونك نمشيو للمحطة المركزية للمترو في مشيرب، باش نسألوا الجماهير خاصة الأجنبية شنو هي أكثر كلمة عربية قاد في بالو أثناء تواجده لهنا في دولة قطر. دونك يلا ليتس جو نشوفوا. أيوه، اهوت شمال كده ولا أعمل أي حاجة كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه؟ ليتس جو نشوفها. ايوه يا جدع منز، الله يخرب عقلك يا جدع والله منز، وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. ليتس جو نشوفها. هيا هيا هيا. كرواتيا؟ يس. السلام عليكم. ايه ايه السلام عليكم. يلا يلا يلا. حبيبي كيفك؟ الواد قلبه بيوجعه وعايز حد يدلعه. Where are you from? Israel. Israel. أنا عارف إنها مفاجأة يا أستاذ شريف. For me, in Arabic, is فلسطين. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا أهلي أنا فيهم، أنا دمي فلسطيني. أنا دمي فلسطيني. شكرا 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 شكرا. Thank you.